سعد صباحكم جميعا بيوم جديد ونشاط جديد ولطفي صحيح على 7:15 اليوم. ايش النشاط هذا يا لطفي؟ يعني نطلع المنظر امبارح بقول له حطنا قدام البحر، حطنا قدام ملاعب التنس. يا سلام، وين البحر شيء مبين. بسم الله ما شاء الله عليك يا تونس. نفسي العب تنس، نفسي العب على الاقل شوط، بس نفسي العب شوط تنس والله. هذاك وهذا ممكن، ليش لا؟ اشي خيالي. هاي الغرفة ما شاء الله مش طبيعي. هاي غرفة كاملة اللي نمنا فيها اليوم ما شاء الله. هلا بننزل نفطر ماشي، يعني نضل طالعين من هون عشان نربح الوقت. هم ايش نربح الوقت؟ نفوز يعني. جزاء يا رب. والله صباح حلو اليوم يا لطفي. يلا على الفطور، هذا هو اللي بدنا اياه. يا هل سامجين هاي؟ عملنا 2 اومليت، جوج اومليت. يس عملنا جوج اومليت على كيفك، كل مليح. قررنا نفطر بالفندق هسه، الفطور اليوم الثاني هنا، ونستمتع انا واخوي لطفي. كيف بيمشي؟ جاي ركاب، جاي ركاب. احلى عيسى في العالم. وين يا غالي؟ وين يا غالي؟ وين يا غالي؟ حط اكلك بسرعه، نقول اعمل لك واحد اومليت، واحد اومليت اومليت اومليت. الصراحه الفندق رهيب. ما انا بدي اعتبركم زي اخواني الصغار، يعني ليش اضحك عليكم؟ صراحه عشان يعني انتم زي اخواني الصغار وحبايب، ليش اضحك عليكم؟ اي فندق بس منور تقربوهوش عشان ممكن تنام على الكنبة. هاي ما تقربوش، لا ممكن تنام على الكنبة. بقول لك الصوفة. يلا سوي لك. يلا شو عيسى؟ احلى عيسى في العالم. عيسى بلش يفطر. شو رايك بتونس عيسى؟ بهية برشا، بهية برشا 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 برشا. بقول لك تونس باهية برشا. ليه مش فيه؟ بنزرت ليه يا ولد؟ بنزرت جميلة. هي السمعة. يوغرت معطر مشمش خوخ. بسم الله. والله رهيب هذا. يا سلام، هذا مشمش خوخ حتى تبع الفراولة لازم نجربه كمان. فعش الواحد يقول تونس ما يجربش هاي الشغلات. يا سلام، والفانيلا الله رهيب. هسه اخر حبة المكرونة، المكرونة التونسي. مقروض. المقروض التونسي. بسم الله. صوت السفينة الزمور تبعها وهي الشط الشط مسكرينه. اوعى تكون ناس. ايش يا عيسى؟ ما شاء الله. تشيك اوت تايم بيبي. طال السيارة كلها ندى، السيارة من البرودة الا ندى. تانج تكي تكي تانج تكي تكي تانج. دقيقة هون كمان. وداعا يا هوت النورة.
سلام سلام. هات الكاميرا. هلا طالعين. اوكي الان راح نستكشف سريع بشكل سريع بنزرت نروح على الكورنيش بعدين ننطلق على وين راح نروح لطفي؟ برقة وعين دراهم. تبرقة وعين دراهم بعيد عنه تقريبا 4 ساعات فمشوارنا طويل اليوم وحماسي مع عيسى ولطفي. سلام شاطئ بنزرت كورنيش بنزرت. ايش رايك عيسى؟ الاجواء ايش فتح؟ ايش الاجواء؟ ايش فخ؟ هاي بيوت الاستعمار ايام الاستعمار اللي عزمان الاستعمار كمان هاي شايفها؟ طلع طبعا اخوان تبرقة مشهورة جدا في الحوت في السمك. احنا ما بدنا نجرب سمك لاني من وقت ما كنت في المغرب لليوم ما جاي عبالي اكل السمك بالمرة قد ما كنت السمك في المغرب كل يوم سمك غلات مهمة هاي يعني مش سمك وفر شحن وفر سمك احلى بساطة شفتها بمكان ثاني قل لي شفت هاي البساطة بمكان ثاني وين نفس الشكل مستحيل مش لعب. كل الطريق واحنا ماشيين طالعين الان على برقيبة منزل برقيبة على تبرقة رايحين على تبرقة اليوم كلها خضار زي هيك كامل الطرق خضار زي هيك كل طرق منظر مش طبيعي خيالي. اوكي احنا مقررين نروح على الجزائر طبعا من تونس اذا الحدود فاتحه راح ندخل الجزائر. الحدود الجزائريه 123 كيلومتر طبعا انا صديقي برضه من حدود الجزائر هناك عايشين بين الجزائر وتونس زي ما انتم شايفين في حدود كثير طبعا الحدود الجزائريه التونسيه مفتوحه الناس تقدر تروح وتدخل وتطلع عادي. طبعا احنا بعد كورونا لسه بقولوا انه لساته مسكر الحدود بس ما نتاكد نروح نتاكد فاتحه دخلنا مش فاتحه رجعنا وشفنا الحدود الجزائريه التونسيه. طيب في جي بي اس كيفش عنا؟ الجي بي اس مظبوط وصاني وقال لي هاي تسرقات تونسيه صح؟ معاني وفي ناس بايع العربي بنحال تونس لإيش عيسى؟ الخضراء ايوه اي ما شاء الله الله صل على سيدنا محمد اجواء خياليه الفلاحه الموجوده بكثره هاي شجر الزيتون شجر الزيتون ما شاء الله اجمل البلاد بسم الله ما شاء الله احنا مقررين نروح على طبرقة من الاماكن السياحية الموجودة هنا في تونس اللي قاعد بشوفه انا اشي خيال اشي ما شاء الله شوفوا عالم اخر هاي سويسرا العرب اخوان هاي سويسرا العرب كيف راكب عيسى الشجر مشهور ما فرنسا طبعا. شوف كيف بيعمل طلع كيف بيعمل هاي غزه ضد سير يا اخوان حاطين حتى علم غزه بتونس استنى سجنان تحت خليت على بس رايحين ايوه لا ما شاء الله اوكي
اخوان عجبني الكتابات هاي، عجبني علم فلسطين مرسوم بقلب تونس. شوف قديش التوانسة والمغرب العربي بشكل عام بيعشق الشعب الفلسطيني. اوكي اخوان، هاي الطائر اللقلق عشاش بكل مكان، وهذا الاشي اللي لفت انتباهي بهاي منطقة سجنان، حتى بالعمارات الفرنسية. العمارات الفرنسية بكل مكان زي ما انتم شايفين، عمارات الفرنسية بكل مكان، وهي علم التونسي. هاي عمارات بنتها فرنسا اي ابان الاحتلال الفرنسي. سبحان الله، والله حلو. خلينا نكمل هسه نروح. بسم الله نكمل الزيارة، لان طالعين على تبرقة، منطقة سياحية بحت. تمثاله لان مبينة كلها لقلاق يعني. هذا هو ايه. هذا يسر الترين قطار، هذا تبع قطار. نعم، هون في تقريبا هذا بشي القطار. بعدين منظره رهيب جدا، فحبينا نوقف عشان ناخذ بعض الصور. ما شاء الله تعيسه البنا، وحبوا يرفعوا السكه الحديد لانه بين جبلين، وعاملينها بطريقه رائعه وقويه جدا. واعتقد هاي الجزائر، جزائر هاي جزائر، عين درا، عين درايم والجزائر. من هنا على تبرقة والجزائر، وبرضو عين دراهم. يعني احنا عندنا بلاستين نروح لها، متأخرين احنا. شفت هسه بنزين مرة من الجزائر صح؟ بنزين بيجيبوه من الجزائر، بهربوه وحطوه وبيبيعوه. دام احنا مقربين على حدود الجزائر اكيد تشوفوا زي هيك بنزين مهرب مكيف فبيبيعوه بنزين مهرب جاي من الجزائر باسعار مرتبة. بس جمال طبيعة تونس صح. والله جزء فرنسي صح. هاي القطار، محطة القطارات تطلع فوق كمان. شوف شو السر. هاي جندوبة. ولا جندوبة. يا ريت بطلوا يكتبوا على اللوحات. ايش هذا المعلق؟ المعلق فوق هذاك بندق. بندق والله. هاي تنتج بندق الدولة. اجر بندق فيه. طب خلينا ناخذ نجرب واحد خاص من قدام، بنلاقي 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 قدام اكيد. من ايام الاستعمار الفرنسي مثلا اللي ماتوا في تونس المسيحيين عملوا ليهم كل مقبرة. هاي مقبرة المسيحيين وفي الصليب بالنص. هل هم تونس ولا أجانب؟ لا أجانب. فهم أجانب وليس توانسة، وعملوا لهم مقبرة وحطوهم هنا. من هنا شاطئ بركوكش. أكلة ترى بركوكش تعرفها لطفي؟ أي نعم. أكلة بركوكش من فرنسا لتونس عشان ناكل ماكرون. أنا وعيسى ولطفي. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Macaron في تونس. I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. مستشفى رهيب، مستشفى رهيب. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive for the goal. حدود جزائري من هنا. هذا هذا هذا. تراها؟ دقي واحد دقي واحد سوتك يا خوذة. أوروبا. أحلى بمية أوروبا.
بعد ما مشينا 175 كيلومتر عن العاصمة وصلنا لولاية جندوبة مدينة طبرقة. وبسم الله ما شاء الله حبيت اني اجي على هذا الفيو بوينت عشان اورجيكم جمال هاي المدينة. طبعا يا اخوان فيها مطار دولي وبتتميز بطبرقة التونسية الساحرة الجميلة، فيها اكبر موسوعة صور بالما تونس وهي اهم منطقة سياحية في اقليم الشمال الغربي. طبعا يا اخوان زي ما انتم شايفين الصخور هاي وطبرقة بشكل جميل جدا، فيها قرميد فوق عاملين القرميد وحتى عيسى مبسوط واحنا مبسوطين. الغوالي شوفوا ما انظف الشواطئ من هون، الشاطئ كلياته مبين نظيف نظافه مش طبيعيه ما شاء الله. وهي ذيك الكاسل القلعه. ايش طلعكم زيد شوي فوق في بالك الطريقه دي هز لجزاير؟ مش عارف مش متاكد. الطريقه دي كمان لجزاير. هلا بنشوف الفيديو من هون الطريق هذا للجزائر. ها يا الله ما ادري طلع كيف الصخور تحت كيف معموله. ايسا هات 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 شوف البحر. هات هات الكاميرا هات الكاميرا الصخور كيف عامل يا رجل. الكاميرا انت مسوي توقع توقع تفوت لتحت. احنا بقمة من قمم برقة حاليا، شوفوا ما اجملها. ايش رايك؟ ليه 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 ارجع تزعلك. لا تتزعلك 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 ارجع ارجع تتزعلك. اوه ما شاء الله فعلا اجمل مكان في الشمال تونس. من لا مش اجمل مكان تونس، تونس اكثر ما تخيل من اجمل الاماكن اللي شفتها بتونس. منطقه طبرقة تقع بين شمال بين البحر الابيض المتوسط وبرضه اشجار البلوط والفلين من جهه اخرى، واسمها الفينيق القديم طبرقة. وهي المدينه كانت مرفأ صيد صغير شهير بما يتوفر فيه من جراد البحر، وتملك طول سواحل طبرقة 25 كيلومتر، وهي ثاني اشهر مدينه في العالم في تصدير المرجان. يعني احنا الان في ثاني اشهر مدينه في العالم بتصدر مرجان، هاي المنطقة اللي احنا الان فوقيها. واما هاي القلعة اللي ورانا الجنوبية بعود تاريخها الى القرن الرابع عشر ميلادي، تعود للعصر الحجري الاول وارتفاعها تقريبا 20 متر، شاطئ ازرق بديع حضاب وسهول واودية زي ما انتم شايفين ورانا يا اخوان، واشجار وغابات وماء وخضرة واسماك نادرة وناس من كل اجناس وجبال شاهقة الارتفاع والجمال وقلاع ومباني تراثية ومنار تاريخي يعانق الماء في هذه الطبرقة لؤلؤة سواحل تونس الخضراء. طيب بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يا اخوان منظر خرافي. ولا جزيرة مربوطة بحر، والله اشي مش طبيعي. انا كل مكان حلو احب اوقف فيه عشان اتصور فيه ونصور فيه عشان برضو انتو تشوفوا احنا شو قاعدين بنشوف هون في تونس، اماكن انا اول مرة بشوفها بحياتي. بسم الله ما شاء الله. بعدين احلى اشي انه تونس هون في خضار، بعدين بالخضار دائما تلاقوا غنم زي هيك، دائما في غنم دائما في غنم. هاي موجه قويه، هاي موجه قويه. قلت عيسى ايش رايك عيسى في الوضع؟ يا ابوي جهتنا بالخروف يقدر نروح ندبح ونشوي خروف. ما شاء الله. هاي بالجاز هون بيعملوا الجاز، الجاز مطل بالطبرقة بيجي بيعملوا الغناء ومطل على البحر، الجمهور يكون قاعدين فوق بشوفوا البحر وبشوفوا اللي بيغني كمان. والله كان حلمي من زمان اروح على الحدود الجزائريه، كان نفسي من زمان اروح على الحدود الجزائريه من المغرب وعملناها ومن تونس ولسه ما عملناها، لكن اليوم ان شاء الله احتمال كبير اننا نعملها. شوف الاعلام الجزائريه والتونسيه على الحدود، مش متاكد اذا الحدود فاتحه ولا لا، وانا لسه في تونس ما شاء الله. طلع كيف يا اخوان شايلين الحطب هنا برضه نفس اهل المغرب، شفت اهل المغرب زي هيك كمان. وهي هنا في تونس والله مجاهدات دول. الله مش شايف هذيك تتحرك يا عيسى، هذيك السفن فوق. اي يعطيك الصحة. اي قرطبة والله خايف لان هيك روحنا ما شاء الله صح. طلع عيسى كيف شكل الجبل كلها خضرة ما شاء الله. هاي يا سيدي تقريبا هذيك البوابة التونسية هكا هاو توفى غادي تلقي كان البوابة التونسية هاو درابو التونسي عليها نحن نحبسو غادي. يعني ايش؟ شفت هذيك؟ عليها هذيك منطقة الحدود نتاع تونس. عليها ما عادش تنجم تدخل بعدها نصور هنا. حاول تعمل زوم. ما عملت. شنو تشوف؟ علم الجز علم تونس هكا
وتقريبا بناية. هذيك لا إله إلا الله. يقول لك الجزائر إرهاب وما شابه. يقول لك ياس ما شوفش الشيء. علاش ميساج نتاع الجزائر؟ قالت لك البيس مرحبا بك في الجزائر. مازال. جبولة الجزائر. وبحر وبحر. الجزائر. وبحر. داخل على حدود الجزائر. جرب. السلام عليكم خويا. هذه الحدود هذه البوابه ممنوع على يوصل هناك هو. ليه خطره معايا يا جماعه؟ انتوا كنتوا جوا بالجزائر؟ كنتوا بالجزائر؟ فاتحه الجزائر؟ يعطيك الصحة خويا يرحم والديك. والله نيالكم. بس المقيمين يقول لك روح ادخل شوف جرب جرب عادي. الحدود الجزائرية. اوكي الحدود الجزائرية التونسية فاتحة فعليا. في ناس اجت هسا من الجزائر ودخلت لتونس ولكن فقط للمقيمين. يعني المقيمين فاتحة الحدود بيقدر يروح وبيقدر يجوا. الغير مقيم لسه بده ينتظر. يعني زي لطفي. لطفي مش مقيم انت؟ بدك تستنى لحد ما تفتح. مش اصلي. حدود الجزائر. هين احنا عند البوابة التونسية الجزائرية من هنا الديوانة بدخلوا عشان يدخلوا حدود الجزائر. ولكن هي واقفة بس على المقيمين زي ما قلت لكم. يعني بس المقيمين طلع فاحنا نضطر نرجع على مدينتنا. جينا على طبرقة ونتغدى هناك. كنا متمنين انها الحدود تكون فاتحة عشان ندخل شوية على الجزائر. شكل الجزائر بعد ما طلعت من الجزائر شكلها أول. شكل الجزائر كثير كثير برشة برشة بزاف بزاف. شوفوا السد يا اخوان. نعمل زي هيك نصير واحدة الجزائر زي هيك. هذه الجزائر. يلا هاي الحدود الجزائرية. انا بنهاية تونس. حققنا نص الحلم. حققتش الحلم كامل لا لطفي. حققنا نصف الحلم للأسف. ما دخلناش. وصلنا الحدود وما دخلناش.